وأخيرا جانا شهر نوفمبر، كل الناس اللي شافوا E3 كانوا متحمسين يشوفون شهر نوفمبر والألعاب الرهيبة اللي فيه. في هذا الفيديو بنسعد لكم أبرز الألعاب اللي بتصدر في شهر نوفمبر. لكن قبل ما نبدأ لا تنسون زر اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس عشان تجيكم الفيديوهات بوقتها. والحين خلونا نبدأ. أول ما معنا هي لعبة Red Dead Redemption 2، تعتبر واحدة من أفضل ألعاب هذا الجيل، وراح تصدر وأخيرا على منصة البي سي. مع هذه النسخة راح يكون في أسلحة جديدة وأحصنة جديدة والكثير من المهمات الإضافية ومهمة خاصة للقصة، وأكيد راح يكون فيها الكثير من التحسينات مثل دعم دقة الوضوح أعلى وزيادة تفاصيل لعالم اللعبة. اللعبة راح تصدر في تاريخ 5 نوفمبر 2019 على البي سي. لعبة ثانية معنا هي لعبة Death Stranding، تعتبر لعبة المطور العبقري كوجيما وللكثير ينتظرها. هي أول لعبة له بعد ما طلع من شركة كونامي، بجانب أنها اللعبة من تطويره. اللعبة غامضة جدا، وحسب كلام كوجيما أنه ودى مع هذه اللعبة أنه يقدم نوع جديد من الألعاب. اللعبة فيها نظام لعب غريب مع عالم مميز يشجع الاستكشاف، وراح يكون في عدد كبير من الممثلين اللي بيساعد على أداء شخصيات اللعبة بشكل ممتاز. اللعبة راح تصدر بشكل حصري لجهاز بلايستيشن 4 في 8 نوفمبر 2019. ثالث لعبة معنا هي لعبة Need for Speed Heat من تطوير Ghost Games ونشر EA، وهو الإصدار 24 من السلسلة. يا ساتر 24 إصدار. وهالجزء راح يكون عالم مفتوح بسباق شوارع في مدينة بام، وبيكون في تنوع كبير في البيئة مع تواجد تغييرات الليل والنهار، وفي الكثير من التحسينات على نظام التصميم وتعديل السيارات. ونظام الشرطة راح يكون مختلف في هذا الجزء حسب وقت اللعبة. لو تعرضت للشرطة في النهار راح تكون بينك وبينهم مطاردة، بس في الليل راح تكون الشرطة أكثر قوة. اللعبة راح تصدر في تاريخ 8 نوفمبر 2019 على أجهزة البي سي والبي اس 4 والاكس بوكس 1. رابع لعبة معانا هي لعبة بوكيمون سورد اند شيلد من تطوير جيم فريك ونشر بوكيمون كومباني ونينتندو. هذا الجزء راح يكون في الجيل الثامن البوكيمونات لأول مرة، وفي منطقة جديدة اسمها جالار، والبيئات اللي فيها مصممة بشكل قريب من بريطانيا، وراح يكون في تنوع كبير في المناخ واللي بيضيف أجواء مختلفة للعبة. وبتقدم منطقة خاصة في الخريطة تربط المدن المختلفة، والميز في هذه المنطقة أنك ممكن تقابل فيها بوكيمونات متنوعة أو حتى لاعبين مختلفين لو كنت متصل بالإنترنت. وراح تقدم الكثير من التطويرات على الرسوم ونظام المعارك مع إضافة ميكانيكيات جديدة للعب. لعبة بوكيمون سورد أند شيلد تصدر بشكل حصري لجهاز نينتندو سويتش في 15 نوفمبر 2019. خامس لعبة معانا هي لعبة ستار وورز جيداي فولن أوردر من تطوير ريسبون إنترتينمنت والمعروفة بسلسلة تايتن فول. راح تلعب شخصية كال، ومهمته الأساسية هو أنه يحارب جنود الإمباير، وراح يكون عنده قدرات خارقة تتحكم بالأشياء وحركات كثيرة مثل ركض على الجدران واستخدام الحبال للتنقل وغيرها. خلال رحلتك في العالم راح يكون معك مرافق آلي اسمه BD1، بيساعدك كثير في القتال والبحث عن أدوات. عالم اللعبة كبير وفيه مناطق كثيرة وبيئات متنوعة. اللعبة راح تصدر على بلايستيشن 4 والإكس بوكس 1 والبي سي في 15 نوفمبر 2019. وخلاص بمان هي لعبة شينمو 3، وأخيرا الجزء الثالث من سلسلة شينمو بعد 18 سنة تقريبا من إصدار الجزء الثاني راح يصدر. اللعبة من نشر ديب سيلفر ومن إخراج يو سوزوكي. هذا الجزء راح يكمل رحلة ريو هايزوكي في البحث عن قاتل أبوه. أحداث هذا الجزء راح تكون في الصين وفي ثلاث مناطق أساسية. هذا الجزء راح يحافظ على أساسيات السلسلة مثل اعتماد اللاعب في المحادثات مع شخصيات البحث عن المعلومات، وايضا الاحداث تعتمد على ضغط الازرار بسرعه واللي تعرف باسم كويك تايم ايفنت او كيو تي اي، وتم اضافه العاب مهمات جانبيه متنوعه. اللعبه راح تصدر للبلاي ستيشن 4 والبي سي في 19 نوفمبر 2019. اكتبوا لنا تحت في التعليقات ايش الالعاب اللي متحمسين تشترونها من هذه اللسته. كان معكم فهد الشيحه، يعطيكم العافيه ومع السلامه.